ölümden değil, soyum sensin, Selahattin. Emeklerimizin zayi olmasın. İslam'a önderlik etmek. Ya barış kelimesi çok kullanılır. Şş, korkak kralların işidir. Bizim gibi cesur adamların Gazze'ye gidiyoruz. Karınla birlikte kendini büyüteceksin sonra. Bize bir fırsat ver. Mısır'daki hatamızı tel. Haşim'in mezarının bulunduğu köye saldırı düzenlenmiş. Yalgını öldürmüş. Gazze'nin bağrına ateş düştü sultan. Mesela dihalde zengilerle. Savaşın başlaması kaçınılmaz. في هذه اللحظة الدرامية لمسلسل صلاح الدين الأيوبي يقوم اشتاليون بشن هجوم على غزة حيث قتل الكثير من المسلمين هناك. هذا العمل يعكس تصعيد الصراع بين القوى الإسلامية والصليبية ويظهر وحشية الحرب وأثرها المدمر على المجتمعات. عندما علم نور الدين زنكي بالهجوم كانت ردود فعله غاضب للغاية. هنا قد يسعى السلطان نور الدين لشيء ما، أما الملك أمرليك يأمر بليان بالذهاب نحو صلاح الدين حتى يكسب ثقته منه، ويقوم بعد ذلك على تنفيذ جميع خطط الملك أمرليك على الزنكيين. أما عن الجانب الآخر، بليان يلتقي بالكونت جيوم في السجن ويخبره أنه سيعمل في أقصى جهده لكي يجمعه مع زوجته وطفله. أيها الأصدقاء، فهذه الأحداث قد نشاهدها في الحلقة القادمة. وإلى هنا يا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسونا بدعمكم لنا بلايك على الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد. وشكراً لكم، انتظرونا على فيديو جديد إن شاء الله.